في ممارسة الدور الذي يجب أن يمارسه المجلس أو الكيان الأعلى للثورة. طبعا هذا الجانب يعني جعل المجال أو المسار السياسي أقرب إلى الواقع أو إلى الفعل من العمل الثوري، حتى بغى المسار السياسي وطالت الثورة. لكن في الأخير اكتشفت هذه الأحزاب أن العملية السياسية يعني لم تفضي إلى نتيجة. والحقيقة أن الجميع كان يبارك، لا مانع أن تأتوا لنا بنتيجة الثورة يعني بعمل سياسي، لا مانع الجميع يبارك، لكن الحقيقة العملية السياسية لم تنتج إلا إطالة أمد الثورة وتجميد الساحات. على العموم عندما وصل الجميع إلى قناعة بأنه لا مجال أو لا فائدة من المجال السياسي، بدأ التفكير في إنشاء مجلس أعلى للثورة اليمنية بغض النظر عن المسمى مجلس وطني مجلس انتقالي، المهم أنه المستوى الثالث من مستوى التنظيم الثوري السياسي. وكما قال أستاذنا الدكتور جلال بأن العمل السياسي هو رأس حربة العمل الثوري، ولا بد للعمل الثوري من عمل سياسي، ولا بد للعمل السياسي أن يكون ممثلا لعمل ثوري ومترجما له في الأساس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على رسول الله. أخوات مبارك إن شاء الله وكل عام وانتم بخير. زميلي الدكتور عبد الجليل كامل يمكن أعفاني من كثير من النقاط، ولا سيما تلك المتعلقة ببعض الهفوات الموجودة في التكوين أو التأسيس أو ما إلى ذلك، ويمكن في جوانب كثيرة من هذه النقاط يمكن فيما بعد توجه إلى الأستاذ حورية بشور باعتباره الرسمي للمجلس الوطني. لكن هناك جملة من النقاط، وأنا أعتقد أن هناك أيضا بعض اللبس المتعلق بالمجلس الوطني. هل نحن في حاجة إلى مجلس وطني أم أننا لسنا في حاجة إلى مجلس وطني؟ هذا سؤال ينبغي أن نحسمه. اثنين، ما هو دور ووظيفة هذا المجلس الوطني؟ ثلاثة، ما هي المدركات المتعلقة بإدارة العمل السياسي والثوري قبل تأسيس المجلس الوطني؟ وما الذي يمكن أن يضيفه هذا المجلس من زخم ثوري؟ هذه النقاط الأساسية التي ينبغي أن يكون هناك تركيز عليها في إطار النقاش. ونقطة رابعة وهي متعلقة بالتمثيل، لا سيما الشباب، تمثيل الشباب، لأنه أيضا هذا التمثيل يضع جملة من الملاحظات التي أيضا توقعنا في اللبس وتوقعنا في مزيد من الخلط. أولا يمكن الهوية الأساسية للمجلس الوطني، وبالمناسبة المجلس الوطني يمكن كذا باختصار أريد أن أقول أنه كان ضرورة ثورية منذ اللحظات الأولى. التوقيت الآن الذي تأسس فيها المجلس الوطني أعتقد بكل المقاييس أنه توقيت متأخر، ونحن طرحنا هذا الكلام منذ شهر مارس، لأنه في شهر مارس حصلت يعني يمكن جزء من الزخم الثوري المتعلق بجمعة الكرامة. في أعقاب جمعة الكرامة قيادات كبرى من الحكومة، من السلطة التنفيذية، من الحزب الحاكم، من المؤسسة العسكرية، كلها تركت النظام ورفضت ونددت بالمجازر التي ارتكبها النظام في تلك الفترة، لا سيما في صنعاء وفي تعز وفي عدن وفي الحديدة. هذه الكوادر حين خرجت من المؤتمر نزلت للساحات في إطار العمل الثوري، لكنها في جزء منها كوادر سياسية في حاجة إلى أن يكون لها نشاط سياسي ورؤية سياسية، وهذه هي الفكرة. أنا من الناس اللي خرجوا من المؤتمر من اللجنة العام من اللجنة الدائمة، وكنا نقول للمشترك حينها نحن في حاجة إلى جبهة وطنية توحد
المكونات السياسية. شوفوا الآن هنا الفارق، بس على أساس لا نخلط بين فكرتين، الفكرة الثورية والفكرة السياسية. زملائنا في المشترك وافقونا على الفكرة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات عملية بصدد تأسيس المجلس الوطني. وكان لنا تحفظات، وأنا دائما طبعا في المشترك تبنوا الخيار السياسي، وكان المسار السياسي يعمل، وأنا من الناس الذي طرحوا هذا الكلام في أكثر من مكان وفي أكثر من محاضرة في الساحة مع زميلي الدكتور عبد الجليل. وكنا دائما نشبه المسارين الثوري والسياسي في إطار خطين لا يمكن أن يلتقيا، المسار السياسي والمسار الثوري خطان متوازيان، والخطان المتوازيان في العادة لا يلتقيان، وهذا كان هو الحال. وكنا نقول لبعض الزملاء في اللقاء المشترك، يعني إشكاليتكم الآن أن ظهوركم في الإعلام وكأنكم قادة هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وأنتم أحزاب سياسية، والعمل الثوري لا يقاد بأحزاب سياسية،